أنا أول ما ابتديت في الإذاعة، أول حاجة ابتديتها وأنا عندي 7 سنين في الإذاعة في برنامج عمو حسن. طبعاً عمو حسن الله يرحمه. كان الله يرحمه عمو حسن شمس، وإخراج الأستاذ حسني غنيم. ودي بقى أنا غنيت فيها ومثلت واكتسبت خبرة كبيرة جداً، منها أخدتني أبلة فضيلة وبعديها بقى عصافير الجنة وفتافيت السكر وحاجات زي كده. وأنا وأختي مغنيين في تتر عصافير الجنة. انتوا نفسكم المغنيين يعني برضه في الكورال يعني المجموعة يعني مش مميزين يعني ولا حاجة مش باينين ان احنا كانوا مكررين صوتهم